السلام عليكم البنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديده هاد النهار ان شاء الله غنتقاسم معكم خريجه اللي غادي نخرج لواحد الليك مع الدراري، المناظر رائعه. ومن بعد نتقاسم معكم الطبيله ديالي شنو درت في الغداء. اللي مهتم بالامر مرحبا بكم، بقاو معايا ما تمشيو فين. الو، بالنسبه للطبله ديالنا هذا النهار خديت خضيره، خيزو، بطاطا، بروكلي، درت لهم شويه الملحه، شويه البزار، ودرتهم يتبخروا. بالنسبه للبطاطا والبروكلي درتهم في الفيغوما، والخيزو حيت خصو شويه الجهد باش يطيب درتو لداخل في البول. درت لهم 30 مينوت و بيان سور هذا الحراره الماكسيموم فيغوما. بالنسبه للوبيا اختاريت هذه ديال المعلب، المهم جاتني باش تجيني سهله وصافي. دونك كتكون ديجا طايبه، غير غسلتها وصفيتها مزيان الماء، ودرت زبيده في المقله مع شويه الزيت، وزدت لها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار ومع الربيع، وخليتها تشحر مزيان، وصافي حيدتها. Thank you.
انا حنا كيعجبنا المذاق ديال الثومه، هذه الثومه مقطعه وناشفه ماشي بودغ، علاش راه قلت لكم شويه رليضه حتى هي زدت واحد شي شويه فتعطي المذاق ما كتجيش مجهده. الو حيدتها وفي نفس المقله باش ما نكثرش الماعن درت شويه زبده مع شويه ديال الثومه توجور وزدت عليها داك خيزو وغادي نديها ونردها شي شويه حتى هي نزيد لها شويه الربع. زدت لها الكامون والملح بيان سور حسب الذوق. وبنفس الطريقه عاوتاني درت داك البروكلي، البروكلي راه دغيا كيطيب باش ما يتفتتش كاع ما خربتش فيه، غير درت له زبيده مليحه وشويه ديال البزار وصافي زدت شويه المقله وحيدت. بالنسبه للبطاطا توجور زبيده وزدت لها شويه ديال البزار كمون ربع وزدت لها شويه ديال الزعتر، بالنسبه للناس اللي عندهم مذاق الزعتر كيجي زوين في البطاطا بحال هكا. هنا هاي كنعمر في بسيطلات ديال الحوت، مالوغوزمون ما صورتش هادشي صوبتو لافاي ما كنتش ناويه ندير فيديو حتى الصباح وبانت لي دونك الحشوه غنتقاسمها معكم مره اخرى ان شاء الله. انا ديما طريقتي مبسطه ما كنكثرش المراحل وهذا غير واش هي وجدتها لافاي باش العناصر تدخل في بعضها وتعطي مذاق اكثر وصافي. هنا كلتها كنعمر فيها ما احنا الورقه اللي عندنا هنايا ما كتحتاج ديري لها لا دقيق ولا بيض ولا غير جمعيها مزيان وشديها كتشد راسها ما كتحل ما كترتق ما دونك غير كنطويها بحال هكذا وصافي كنحطها في الفوخ وما كت ما نطرش لصقها. وليداتي تشهاو سيترونات في اخر لحظه دونك كنصاوبها في تيرموميكس كندير جوج حتى ثلاثه ديال الحامضات كنحطهم بقشورهم وكنزيد معهم نص يترو ديال الماء بارد وصافي. كندير غير واحد الدوره بلا فيتاس مجهده فيتاس 10 2 سكوند ومن بعد نزيد عليهم لو سكر بيان سور لا كونتيتي دو سكر باردون كتبقى على حسب كل واحد. انا درت 100 غرام باش تجيني مزيانه باش يشربوها الدراري
باردون، ومن بعد تنسيو ترد الماء وصفيت كل شيء، وهي واجده، وها هي الطبله ديالي كيما حطيتها. هادوك لي بتي بول درت فيهم اون سالاد فخوي، قطعت لي فخوي اللي كانوا عندي موجودين، وزدت سقيتهم بشويه ديال العصير ديال الليمون، ودرت شويه ديال لي فخوي ساك، شويه ديال التمر، شويه ايوا فاصون باش نديكوري لا طابلو، باش لي زونفون يقبلوا ياكلوا هاد لو جونغ دو فخوي اللي ما كياكلوهمش دابيتود. بالنسبه للبسيطلات غير درت شويه ديال الكروفيت في الفران، طابوغي في السه ديال الفران، وحطيتهم هكا من الفوق. وكيف العادة العشية ديالي بيان سور درت القهوة ديالي وجلست ارتاحيت، بس عندي ام موساك هي هذيك القهوة اللي مور الغداء عندي مهمة جدا. دونك فوالا هذه لا فيديو ديالي هذا النهار، نتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك باش تطلعوا لي فيديو لهلا يخطيكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.